شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفينا قباج إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعمل المصرية لقياس الأثر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وأضافت الوزيرة أن قياس الأثر يعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر. لأول مرة يتم إطلاق معمل تقييم الأثر في مصر، ويمكن تقييم الأثر من أهم الموضوعات المطروحة على ساحة الأبحاث في الوقت الحالي، بما أن مصر بتتجه نحو السياسات المبنية على أدلة وعلى أرقام حقيقية، وما بعد السياسات هو تطبيق البرامج المختلفة والأنشطة، ثم قياس أثر هذه البرامج على التغيير الذي يذكر في حياة الفئات المستهدفة. إذا كانت هذه الفئات من الأولى بالرعاية، هذه الفئات على العمالة أو على التشغيل أو على التغيير النوعي في حياة النساء، فقياس الأثر هو الفيصل اللي بيؤكد هل هذا المشروع أو البرنامج نجح في الوصول إلى أهدافه أم لا.